شاء الله كل هالمواتر موجودين كلهم جيبات وانيتات. هذا شكافي. المهم احنا مو جايين حق السيايير، جايين حق موتر. الحين اوريكم اياه. يلا تفضل تفضل. سالت مو عندك وانيت؟ انت مو عندك وانيت؟ انا عجبني الله يحييك. هذه الانفينيتي مال الناس المطيري. يلا بعد خارب خارب. انزين على الاقل حط لها سبورت سيت شيء. لا 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 الراك شغال والله. يا معود لا تبطل بو افوان. هي كفو والله. 2019 سويناها شهر 12 كانت تحدي مخيم ثامر المطيري. اها سويناها. يعني قمنا نلعب فيها بالصبية من 2019 شهر 12 الى 2020. اول اغلاق مال كورونا وقفت سيارة 3 سنوات. شغلناها يوم تحدي ديزرت تشالنج مال نادي باسل. اه تمام. فازت سيارة ما شاء الله. هاي سرعة رقم بالفئات كلهم. احترت سيارة شوية. اهم شيء الكاميرا شغالة. وبعد عندك هذه الاستابيليتي مالت الباركنج. ضبطك ضبطك. بس شوف شوف الرمل اللي داخل السيارة. اكيد سيارة تحت الرمل. موضوعها اساسا هي غلط. صراحة الدوسات اللي ذاك اليوم صراحة ايد وشتة. اي مكان احنا تونا مبلشين. صدق؟ اي والله. يلا اول توقيع. هذول مؤيدين حق الانفينيتي اليوم مسوي كذي. يا جماعة اللي مأيد السيارة يجي وقع الكبوت. اللي مأيد السيارة يجي وقع الكبوت. اليوم 16 16 4 16 دافع نعطي الكبوت سيارتي حقا. شباب كلهم قاموا يوقعون. يا الربع اللي ما شاف الدوسات ذاك اليوم ترى هزأهم اقسم بالله هزأهم. سويت مره ثانيه تحت ركبتها امامي مال 35. انا مشيت جي تي ويل وانا دريت ان السياره هذه مو مهي طبيعيه. يعني قلت معقول ان كنا عليها تيربو. المغرز اليوم من المغرز خد السفاري سفاري الوزير وين مغرز سفاريات ناسين سفاري سموحة طيب راح ادفنك شوي ترمل. حرش بالهالة يحرش.